يقول عند دفن الميت هل يجوز رفع التراب على القبر أكثر من شبر؟ لا، لا يرفع القبر أكثر من شبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا، يعني مرتفعا، إلا سويته، لأن رفع القبور يفضي إلى الغلو بها وبأصحابها، ويغري العوام بالتبرك بها. أما إذا كانت القبور متساوية فإن بعضها لا يعرف من بعض فلا يحصل فتنة، لكن لما يكون قبر من بين القبور مرتفع يقولون الناس: إيه هذا ما ارتفع إلا لأنه ولي، لأنه له شأن، ثم يقبلون عليه وما أسرع الناس للفتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كانت قبور الصحابة متساوية، لا يرفع بعضها على بعض.